السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا تاني اعدادي عاملين ايه؟ النهاردة أنا معاكم مستر عصام دسوقي بقدم لكم درس العلوم الصف الثاني الإعدادي الترم التاني إن شاء الله لسنة 2022. أتمنى إن شاء الله يكون الدرس النهاردة سهل وبسيط عليكم ونقدمه بصورة بسيطة وسهلة كلكم إن شاء الله تستفادوا بيه، ونحاول نقدم كل حاجة في الدرس الأول ليكم. النهاردة إن شاء الله هتكلم على الحركة الدورية. أنا بس كنت عايز في البداية كده أوضح معاكم يعني إيه حركة. الحركة يعني الإنسان بيتحرك من مكان لمكان اخر مع مرور الزمن. دلوقتي انا بتحرك من مكان، اخدت نقطه مثلا عند نقطه الف واتحركت منها عند رحت عند نقطه ب، كده معناه ان انا غيرت موضع الحركه بتاعتي من السكون اللي كنت فيه لمكان تاني، يبقى انا كده غيرت موضعي مع مرور الزمن. دي بسموها الحركه. الحركه يعني ايه؟ يعني حركه ليها بدايه وليها نهايه. انا ببدا من عند نقطه مثلا الف وبتحرك من عند الالف دي بروح للنقطه باء، فكده بسمي ايه؟ الجسم ده جسم متحرك. النهارده هناخد نوع من انواع الحركه اللي اسمه الحركه الدوريه، وده بدايه الدرس الاول ان شاء الله. الباب الاول لحضراتكم، الباب الاول بيتكلم عن الحركه الدوريه. الحركه الدوريه هي ان جسم بيكون بيتحرك من مكانه وبيغير موضوعه مع مرور الزمن. طيب احنا النهارده بنتكلم عن الحركه. الحركة الدورية دي يا شباب حركة اسمها حركة دورية عشان هي لها نوعين من الحركة. الحركة الدورية ليها حركة اسمها حركة موجية، والحركة التانية اسمها حركة اهتزازية. يبقى احنا بندرس الترم ده أول نوع من أنواع الحركة اللي هو الحركة الدورية. الحركة الدورية يا شباب بنتكلم فيها عن نوعين من الحركة، الحركة الاهتزازية والحركة الموجية. الحركة الاهتزازية والحركة الموجية هنبدأ إن شاء الله مع حضراتكم بأول جزء فيها هو الحركة الاهتزازية، وده درس بسيط وسهل. أتمنى بس إن شاء الله كلكم تدعمونا بالشير واللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلنا إن شاء الله كل فيديو جديد من عندنا. النهاردة هبدأ معاكم بالحركة الاهتزازية. يعني إيه حركة اهتزازية؟ يعني أنا لو عندي جسم واقف عند موضع سكون، الجسم ده بيتحرك في جهة الشمال وجهة اليمين، بيتحرك جهة الشمال وجهة اليمين. الحركة دي بيسموها حركة على فترات زمنية متساوية، وبيسموها حركة منتظمة. يبقى الجسم هنا بيتحرك حركة منتظمة على فترات زمنية متساوية. الحركة دي الجسم بيسموها فيها حركة اهتزازية. يبقى الحركة الاهتزازية هي الحركة اللي بتتكرر بانتظام على فترات زمنية ايه؟ فترات زمنية متساوية. طيب الأول قبل ما نعرف يعني ايه الحركة، أنا عندي حاجة اسمها طاقة الحركة. طاقة الحركة، طاقة الحركة دي هي معناها انه لو جسم عنده كتلة كبيرة في سرعة، فهنا العلماء قالوا هنحط قانون طاقة الحركة وهو بيساوي نص الكتلة في مربع السرعة، السرعة تربيع. طيب تعالوا نفسرها كده مع بعض. الجسم اللي بيتحرك ده بيكتسب طاقة عشان الحركة. الجسم اللي بيتحرك ده اما طاقته الحركة بتاعته بتزيد فالكتلة بتاعته بتزيد. ازاي يا استاذ؟ يعني لو كتلة كبيرة طاقة الحركة بتكون كبيرة والسرعة بتاعته بتكون كبيرة؟ ازاي يا استاذ؟ لان هنا طاقة الحركة، لو عندي جسم كبير خالص زي مثلا عربية كبيرة، تخيلوا العربية الكبيرة دي عشان تتحرك وعشان نوقفها، فاحنا محتاجين طاقة كبيرة جدا عشان نوقف العربية دي وهي ماشية بسرعة، صح؟ معنى كده ان العربية دي واخدة كتلة كبيرة بتتحرك بيها. طيب يبقى اذا ضغط الحركه هنا زادت مع الايه؟ مع كتله السياره الكبيره دي، على عكس منها لو عندها عربيه صغيره، العربيه الصغيره دي بتتحرك بسرعه، طب هل انا محتاج طاقه كبيره قد الطاقه اللي انا محتاجها عشان اوقف بيها العربيه الكبيره؟ طبعا لا، العربيه الكبيره بتحتاج طاقه كبيره جدا عشان اوقفها، اذا هي الطاقه اللي جواها طاقه كبيره، محتاجاني اوقفها بطاقه حركه كبيره، عشان كده ضغط الحركه لما بتزيد الكتله كمان معاها بتزيد. بالاضافه كمان ان احنا عندنا السرعه، لو عندي جسم متحرك بسرعه جدا اذا الجسم ده بيكتسب طاقه حركه كبيره جدا، عشان كده الجسم بيتحرك بسرعه، اذا برضه طاقه الحركه عندي لما بتزيد السرعه بتزيد. يبقى انا يا شباب كده عندي طاقه الحركه بتتناسب مع الكتله وبتتناسب مع السرعه. طاقه الحركه بتتناسب علاقه بينها وبين الكتله علاقه طرديه، وطاقة الحركة بينه وبين السرعة برضه علاقة طردية. إذا السرعة لما بتزيد طاقة الحركة بتزيد، والكتلة لما بتزيد طاقة الحركة كمان بتزيد. طيب تعالوا نبص على جسم بيتحرك حول موضع سكونه، ودي الحركة الاهتزازية اللي احنا بنتكلم عليها في أول درس لحضراتكم.
الدرس بيقول ايه؟ ان الجسم لما بيهتز حول موضع سكونه شمال ويمين فكده الجسم بيحدث اهتزازة، يبقى لازم الجسم يتحرك حول موضع سكونه. فلنفرض مثلا ان ده موضع السكون، يعني مثلوها بالبندول. عندنا اشكال كتير من ضمن الحاجات المقررة عليكم، ان عندنا انواع لطاقة الحركة دي او الامثلة اللي بتعمل الحركة الاهتزازية، زي البندول البسيط، زي الشوكر الرنانة، زي الارجوحة، زي السلك الزنبرجي، وكمان زي الشوكر الرنانة زي ما قلنا. ده الجسم ده بيتحرك فيها من موضع سكون. بيبدأ الجسم لو احنا مسكنا الكرة دي اللي هي متعلقة في سلك زنبرجي مثلا او في استيك او في حب، وشدينا الكرة دي ناحية الشمال كده شوية، الكرة دي لو سبناها بعد شوية تبدأ تتحرك ترجع تاني توصل عند نقطة السكون، وعشان هي واخدة طاقة حركة فبتبدأ الكرة دي تتحرك مرة تانية في اتجاه المعاكس لها ناحية اليمين، فبتبدأ الكرة دي على شكلها بالشكل ده. هنا لو فرضنا ان النقطة دي النقطة ألف ده موضع السكون او البداية، فهنا النقطة هنا لو انا الجسم جه يتحرك وانا شديته ناحية اليسار بقوة وبعدين خد الجسم معايا هنا مسافة، عشان يتحرك الجسم يرجع للمسافة دي مرة تاني كده، الجسم وهو راجع بياخد سرعة كبيرة، إذا طاقة الحركة للجسم ده بتكون كبيرة عند موضع إيه؟ عند موضع السكون، يعني عند ما يمر بموضع السكون بيكون أقصى سرعة للجسم وهو بيتحرك، وبعدين بيندفع الجسم جهة اليمين مرة تانية، ويبدأ الجسم يتحرك حوالين موضع السكون على فترات زمنية متساوية، يبقى إحنا لو فرضنا إن دي موضع السكون، الجسم بيتحرك من النقطة ألف للنقطة باء للنقطة جيم. طيب الجسم لو شديناه ناحية باء فبياخد مسافة، المسافة دي يا شباب سميناها ايه؟ المسافة دي سميناها ارتفاع، او سميناها حاجة يمكن سمعتوها قبل كده اسمها ازاحة. اذا المسافة اللي الجسم بيتحركها عشان يوصل لاقصى ارتفاع وانا بسحب الجسم لفوق كده معايا، سميت الجزء ده كده مسافة، او سميته ارتفاع، او سميته ايه؟ ازاحة. إذا أنا أخذت الجسم كده اتسحب ناحية اليسار أخذ إزاحة، يبقى آدي رقم واحد إزاحة، وبعدين رجع الجسم الإزاحة دي مرة تانية كده عشان يوصل عند موضع السكون، كده مر بنقطة السكون بتاعته مرة تانية، وبعدين أخذ الإزاحة بتاعته في ارتفاعه في ناحية اليمين مرة تانية، وبعدين رجع من اليمين عند موضع السكون. الجسم تخيلوا كده معايا ونمثلها برضه بطاقة الحركة والسرعة. معانا جسم، احنا الجسم ده ليه كتلة وطبعا ليه قوة جاذبية أرضية بتشد الجسم ده لتحت. فأنا لو مسكت الجسم بإيديا كده وبحاول أرفع في الجسم ده لفوق، الجسم ليه وزن وليه تقل، فهل أنا هرفعه بسرعة عشان أوصله للارتفاع اللي أنا عايزه بسرعة؟ تخيلوا هيوصل بسرعة كبيرة ولا بسرعة قليلة؟ طبعا هيمشي بسرعة قليلة، ليه؟ عشان ليه كتلة وليه وزن، فأنا بحاول أدفع الجسم كده لفوق بالكتلة بتاعته وجذب الأرض ليه كمان، ده كله بيعاكسني، فبالتالي السرعة بتاعتي وأنا برفع الجسم لفوق بتكون سرعة قليلة. طيب بالتالي لما السرعة بتقل طاقة الحركة بتاعتي بتقل، ما أنا مش قادر أرفع الجسم، يبقى الطاقة بتاعتي اللي أنا بتحرك بيها طاقة قليلة مع الإيه؟ مع السرعة. إذا فعلا طاقة الحركة بتقل أما السرعة بيحصل لها إيه؟ السرعة بتقل، أنا مش قادر أوصل الجسم لفوق فبتحرك ببطء، إذا السرعة عندي قليلة وبالتالي طاقة الحركة إيه؟ قليلة. طيب تخيلوا أنا كده سبت الجسم فوق، الجسم ده أول ما بسيبه من إيدي بيبدأ الجسم ينزل بسرعة جدا عشان يمر بنقطة السكون اللي كان عندها مرة تانية، فهو نازل بسرعة جدا، الجسم كده اكتسب إيه؟ الجسم كده اكتسب طاقة حركة كبيرة. يبقى فعلا لو الجسم نزل من فوق بسرعة جدا يبقى السرعة بتاعته كبيرة لأن هو اكتسب طاقة حركة كبيرة، يبقى فعلا طاقة الحركة تتناسب مع السرعة تناسب إيه؟ تناسب طردي، طاقة الحركة بتزيد السرعة بتزيد. طيب يعني ايه حركة اهتزازية؟ زي ما قلنا، قلنا ان الجسم ده بيتحرك حوالين موضع السكون بتاعه لكن على فترات زمنية متساوية، يبقى بروح مثلا عند النقطة ألف وبعدين يرجع عند من ألف يروح سوري للباء،
وبعدين من عند الباء يرجع مره ثانيه للالف، ومن عند الالف يروح عند الجيم، وهكذا بيفضل الجسم ده يكرر الحركه بتاعته على جانبي موضع الايه، موضع السكون. وقلنا ان احنا عندنا اشكال الحركه الاهتزازيه دي زي امثله ايه، زي امثله المدور البسيط، زي امثله الشوكه الرنانه، زي امثله الرجوحه، زي امثله السيرك الزنبرقي، ودي كلها امثله الجسم فيها بيتحرك حول موضع سكون بس بيكون على فترات زمنيه متساويه. طيب كمان افكركم بحاجه، الجسم لما بيتحرك على فترات زمنيه متساويه، يعني لو اخذ هنا مثلا 5 ثواني فبياخد الجهه الثانيه ايه 5 ثواني. طيب الجسم هنقولها هنا بشكل تاني، البندول اهو وانا هرفع البندول ناحيه اليمين، هنروح عند النقطة باء، وهو كان عند السكون هنا عند ألف، وبعدين البندول هيرجع مرة تانية عند النقطة جيم، وهو رايح كده. بصوا يا شباب، البندول أخذ مسافة أو إزاحة في الارتفاع لفوق، وبعدين رجع نفس المسافة دي مرة تانية عشان يوصل عند السكون، وبعدين راح عند النقطة جيم ورجع نفس المسافة دي مرة تانية. مشي كم مرة كده؟ تمام، هو كده مشي كم مرة؟ مشي 4 مرات، المرة الأولى وهو طالع عند باء، والمرة الثانية وهو راجع، وبعدين راح عند جيم، والمرة الرابعة وهو إيه؟ وهو راجع، يبقى كده الجسم اتحرك عندي 4 مرات، مرة وهو طالع، ومرة ثانية وهو راجع، وبعدين المرة الثانية وهو بيدافع ناحية اليمين، ورجع الناحية الثانية عشان يوصل عند نقطة الإيه؟ نقطة السكون. لما الجسم بيتحرك على فترات متساوية هنا، فترات متساوية أو أزمنة متساوية، بياخد مسافات متساوية، يعني بنقول إن المسافة من ألف للباء بتساوي المسافة من الباء للألف، تمام؟ وبعدين المسافة من الألف للجيم بتساوي المسافة من الجيم للألف. طيب المسافة الواحدة اللي الجسم بياخدها دي سموها إيه؟ سموها سعة الاهتزاز. يبقى انا عندي هناخد حاجه دلوقتي بيسموها سعه الايه، سعه الاهتزاز. سعه الاهتزاز دي 1، دي الثانيه، دي الثالثه، دي الرابعه، لان الجسم بيتحرك لفوق وبعدين يرجع مره ثانيه كده حركتين، وبعدين يمشي الناحيه الثانيه ويرجع عند نقطه السكون، كده اتحرك 4 ساعات اهتزاز. الواحده فيهم بيسموها سعه اهتزاز، والحركه دي يا شباب زي ما قلنا في اول الحصه ان احنا بنتحرك من مكان، من موضع سكون لنقطه ثانيه، فبنسمي دي حركه. ده معناها ايه؟ معناها ان انا اخدت معايا زمن. يبقى اذا سعه الاهتزاز الواحده دي الجسم لما بيترفع فيها عند النقطه جيم مثلا بياخد زمن وبياخد مسافه او ازاحه، وبيرجعها مره ثانيه في نفس الزمن، عشان احنا بنقول دي حركه اهتزازيه على فترات زمنيه متساويه. طيب وبعدين يروح عند الباء ويرجع مرة تانية في حركة ايه؟ اهتزازية. الحركة الاهتزازية زي ما اتفقنا ان هي حركة على جانبي موضع السكون، لكن بتكون ايه؟ بتكون في ازمنة متساوية. يبقى هنا لو اخد 5 ثانية وهو طالع بيرجعهم كمان في 5 ثانية، يبقى هنا اخد المسافة في الجزء ده بالظبط كده 10 ثواني، وبعدين لما بيرجع على الجهة التانية بياخد تقريبا 5 ثانية ويرجع برضه ايه؟ 5 ثانية، يبقى اخد هنا كام ثانية؟ 10 ثواني. يبقى المسافة الكلية اللي الجسم قطعها دي خدها في كام ثانية؟ خدها في 10 في الشمال وخدها في 10 في اليمين، يبقى المسافة كلية بالظبط كده كام؟ 20 ثانية. طيب البندول عشان بيتحرك حركة اسمها حركة حول جانبي موضع السكون، في حركة منتظمة وفترات زمنية منتظمة، العلماء سموها ايه؟ سموها حركة توافقية بسيطة. الحركة التوافقية البسيطة دي بتمثل بمنحنى. المنحنى ده سموه منحنى جيبي. المنحنى الجيبي ده اللي هو احنا بنمثلها كده، وبعدين بنعمل الخط ده كده، ده كانه خط نقطه الصفر او السكون او البدايه زي ما نسميها، مفيش مشكله. والمنحنى ده بيتحرك فيه الجسم، بيطلع لفوق مسافه معينه او بسميناها ازاحه، وبعدين يرجعها مره ثانيه عند نقطه السكون، وبعدين ينزل تحت مسافه معينه ويرجع يروح نفس المسافه دي مره ثانيه. المنحنى ده سموه منحنى جيبي، وده المنحنى اللي بتمثل بيه الحركه البسيطه الاهتزازيه. سموها الحركه الايه؟ سموها الحركه التوافقيه البسيطه. يبقى ايه الحركه التوافقيه البسيطه؟ هي الحركه التي يتحرك فيها البندول على جانبي موضع السكون بايه؟ بفترات زمنيه متساويه. طيب الحركه الاهتزازيه دي ليها خصائص. الخصائص بتاعتها ايه؟ اول حاجه زي ما قلنا من شويه، قلنا ان الجسم بيتحرك هنا بيوصل مسافه، وبياخد دي سميناها مسافه او سميناها ارتفاع او سميناها ايه؟ سميناها ازاحه.
طيب يبقى احنا كده بنقول ان دي ازاحه. العلماء قال لك هنسمي دي المسافه دي اللي هو وصل فيها اقصى ارتفاع، لان الجسم بيتحرك كده بيوصل عند اقصى ارتفاع وبيقف وبعدين يرجع ينزل مره ثانيه عشان يروح الجهه الثانيه. فاقصى ارتفاع ده سموا الجسم ده عشان يوصل من نقطه الصفر لاقصى ارتفاع سموها ايه؟ سموها ساعه الاهتزاز. ودي اول خاصيه من خصائص الحركه الاهتزازيه. يبقى اول خاصيه ايه؟ ساعه الاهتزاز. الجسم بياخد كام ساعه اهتزاز كده؟ تعالوا نحسبها مع بعض. الجسم بيطلع من الصفر لنقطه عاليه خالص سميناها اقصى ازاحه، وبعدين بيرجع من النقطه دي مره ثانيه عند الصفر، فكمان هنا في ساعه اهتزاز. وبعدين يرجع الجسم ينزل مره ثانيه عند النقطه اللي تحت دي، فبياخد كمان هنا ساعه اهتزاز كده رقم 3، وبعدين يطلع من هنا يروح على النقطه فوق دي بيسموها ايه؟ برضه ساعه اهتزاز. يبقى الجسم عشان يعمل حاجه اسمها اهتزازه كامله لازم ياخد معاه ايه؟ لازم ياخد معاه 4 ساعه اهتزاز. طيب ايه هي ساعه الاهتزاز؟ بنقول ساعه الاهتزاز هي اقصى ازاحه يحدثها الجسم المهتز من موضع السكون او بعيدا عن موضع ايه؟ سكونه. اقصى ارتفاع الجسم بيوصل له، اقصى مسافه الجسم بيوصل له، او اقصى ازاحه الجسم بيوصل لها بعيدا عن موضع الايه؟ بعيدا عن موضع سكونه. ودي بنسميها ساعه الاهتزاز. ووحده قياس ساعه الاهتزاز بتقاس بوحده المتر. ساعة الاهتزاز بتقاس بالمتر. طيب لو جالي في المسألة وقال لي احسب ساعة الاهتزاز بالسنتيمتر وليكن مثلا عندنا ساعة الاهتزاز ماذا؟ يعني أن ساعة الاهتزاز جسم مهتز بتساوي مثلا 50 سنتي. هو جايبها لي أنا بالسنتي أحسبها بالإيه؟ بالمتر. 50 سنتي عشان أحولها لمتر بقسمها على 100 وكده أقول له 5/10 إيه؟ متر. يبقى إذا الجسم ده بيتحرك 5/10 إيه؟ 5/10 متر. طيب دي اول حاجه اسمها ساعه الاهتزاز. زي ما قلنا في اول حصه ان ساعه الاهتزاز دي هي اقصى مسافه والجسم لازم بياخدها في زمن، والزمن ده بيقاس بالايه؟ بالثانيه. لان الجسم طبعا عشان يتحرك لازم ياخد مسافه هيتحركها او ازاحه او ارتفاع، والمسافه اللي هيتحركها او الارتفاع دي بنسميها ايه؟ بنسميها اقصى ازاحه اللي هي ساعه الاهتزاز، وبياخدها الجسم عشان يتحرك في ايه؟ في ثواني. طبعا الجسم بيتحرك فيها في ثانيه او بالدقيقه او اكتر، بس احنا في الاخر بنحسبها بالايه؟ بنحسبها بالثانيه. طيب الجزء الثاني من خصائص الحركه الاهتزازيه اللي هو حركه ايه؟ احنا خدنا الحركه الاهتزازيه، بنبدا بالحركه الاهتزازيه وقلنا ان دي حركه بيتحرك فيها الجسم على جانبي موضع السكون. طيب الحركه الاهتزازيه اول خاصيه فيها قلنا ساعه الاهتزاز، وثاني خاصيه فيها اسمها الاهتزازه الكامله. إذا الاهتزازة الكاملة دي هي حركة عبارة عن إزاحات متتالية. الجسم هنا بيتحرك إزاحة وبعدين يرجع إزاحة مرة تانية، وبعدين ينزل هنا إزاحة وبعدين يرجع إزاحة مرة تانية عشان يوصل عند نقطة السكون. فالجسم هنا كده بيعدي بنقطة السكون دي مرتين متتاليتين لكن في اتجاه واحد. زي ما انتم شايفين بدأ من هنا طلع أقصى إزاحة وبعدين رجع لنقطة السكون، وعشان يكمل الحركة الاهتزازية بتاعته، لأن احنا قلنا بيتحرك على جانبي موضع السكون في فترات زمنية متساوية، فالجسم هنا وصل أول مرة موضع السكون، بدأ من هنا وصلنا أقصى إزاحة، رجع لنقطة السكون، وبعدين نزلنا تحت وطلعنا مرة تانية عند نقطة السكون، فاحنا كده وصلنا خط اللي هو اسمه نقطة السكون دي أو نقطة الصفر أو البداية أو الأصل، وصلناها مرتين. يبقى احنا عشان مدينا الجسم ده أو الجسم ده عبر أو مر على نقطة السكون دي وهو رايح اول مره ورجع عليها مره ثانيه وهو بيتحرك في الحركه بتاعته، فالجسم هنا عمل مرور بنقطه السكون او نقطه الاصل دي مرتين متتاليتين في اتجاه واحد. يبقى انا هنا كده بسميها ايه؟ بسمي دي الاهتزازه الكامله. يبقى الاهتزازه الكامله عباره عن ايه؟ حركه جسم بيحدثها الجسم امتى؟ عندما يتحرك من موضع ايه؟ من موضع سكونه، تمام، ويمر على موضع سكونه ده ايه؟ مرتين متتاليتين في ساعه ايه؟ في مره ايه؟ في مره واحده او في اتجاه واحد. طيب نحسب الاهتزازه الكامله ازاي ونحسب ساعه الاهتزاز ازاي؟ العلماء قال لك بما انه دي اسمها ساعه اهتزاز ودي ساعه اهتزاز ودي ساعه اهتزاز ودي ساعه اهتزاز، عندنا 4 ساعات اهتزاز عشان يعملوا لي ايه؟ اهتزازه كامله. يبقى الاهتزازه الكامله بتساوي ايه؟ الاهتزازه الكامله بتساوي 4 في ساعة الاهتزاز. لو قال لي ساعة الاهتزاز ديت مثلا 50 سنتي اضرب 4 في 50 سنتي يطلع لي 200 سنتي، وبعدين ارجع احولها على المتر اقسمها على 100 عشان يديني ايه؟ 2/10 ايه؟ متر. ده
تمام؟ يبقى الاهتزاز الكامله بتساوي 4 في ساعه الايه؟ ساعه الاهتزاز. طب لو انا عايز احسب ساعه الاهتزاز ومديني هو في المساله اهتزازها كامله، يعني الجسم ده اتحرك حركه دوريه يسموها اهتزازيه كامله، يبقى انا كده ممكن اجيب ساعه الاهتزاز، اقول ساعه الاهتزاز بتساوي ايه؟ بتساوي ربع الاهتزازه الكامله، تمام؟ طيب ده كده الاهتزاز الكامله وساعه الايه؟ ساعه الاهتزاز. اتمنى طبعا لو في اي حد مش فاهم اي حاجه يوقف الفيديو ويرجع الجزء ده ويعيده مره تانية، ولو في اي كومنت عند حضراتكم ممكن تبعتوا لي وانا ان شاء الله هرد عليكم ونوضح الحاجات اللي انتم محتاجينها. طيب دي رقم 2. رقم 3 بنقول من خصائص الحركه الاهتزازيه، قلنا اول حاجه ساعه الاهتزاز، الحاجه الثانيه الاهتزاز الكامله، الحاجه الثالثه بنسميها ايه؟ بنسميها الزمن الدوري. الزمن الدوري، زمن دوري، يبقى انا بتكلم على ايه؟ على زمن. زمن يعني ايه؟ يعني ده الوقت اللي الجسم بيتحرك فيه عشان ياخد اهتزازه كامله، ده اسمه زمن ايه؟ زمن دوري. وسموها دوري عشان الجسم بيروح مره ويرجع مره تانية حول موضع الايه؟ حول موضع السكون. يبقى لازم الجسم ياخد مسافه في الشمال ويرجعها في اليمين مره تانية، ده بسموه زمن ايه؟ زمن دوري. يبقى عند مرور البندول مثلا بزمن على نقطة الأصل أو السكون دي مرتين يسارا ويمينا بياخد زمن عشان يتحرك الحركة دي، الزمن ده سميناه الزمن الإيه؟ الدوري. الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. يبقى أنا لما آخد اهتزازة كاملة أنا محتاج أعمل اهتزازة كاملة كده بعملها في زمن، الزمن ده بنسميه إيه؟ بنسميه الزمن الدوري. طيب يبقى الزمن الدوري هو زمن ايه؟ زمن اهتزازه كامله. طيب الزمن الدوري ليه قانون؟ عشان احنا طبعا بدانا تاني اعدادي بشغل الاهتزازه الكامله والحركه الاهتزازيه، كل حاجه من دي لها قانون. زي ما عرفنا من شويه ساعه الاهتزاز هي ربع الاهتزازه الكامله، او الاهتزازه الكامله هي 4 في ساعه الاهتزاز. دلوقتي بنقول الزمن الدوري، بنقول القانون بتاع الزمن الدوري هو الزمن على عدد الاهتزازات الكاملة. يبقى الزمن الدوري هو الزمن على عدد الاهتزازات الايه؟ الكاملة. طيب يقاس بالايه الزمن الدوري؟ بيقاس بوحدة الثانية زي الزمن بالظبط، بس بنقول الزمن ده هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة، يعني فترات متساوية حول موضع الايه؟ السكون. أول ما أروح مرة كده وأرجع مرة تانية عند نقطة السكون يبقى أنا كده عملت اهتزازة ايه؟ اهتزازة كاملة. زمن ساعة الاهتزاز، لو انا قلت زمن الاهتزاز الكاملة بيساوي ايه؟ زمن الاهتزاز الكاملة بيساوي 4 اللي هو في زمن ساعة الاهتزازة الواحدة. ازاي هنا يا استاذ؟ الزمن بيساوي 4 في زمن ساعة الاهتزازة الواحدة. ممكن في المسألة يجيب لي زمن ساعة اهتزازة واحدة، بس انا من شوية قلت لك ان الاهتزازة الكاملة عبارة عن 4 في ساعة الاهتزاز. فلو فرضنا ان ساعة الاهتزاز دي خدت مسافة او ازاحة 50 سنتي اخدتها في 2 ثانية، دي ساعة واحدة بس. يبقى اذا الاهتزازة الكاملة تاخدها في كام ثانية؟ تاخدها فعلا 4 في 2 ب 8 ايه؟ ب 8 ثانية، لان 2 ثانية دي ساعة اهتزازة واحدة بس، وانا الاهتزازة الكاملة فيها 4، يبقى 2 في 4 ب 8 ثانية على سبيل المثال. يبقى انا عندي كده الزمن بيساوي 4 في زمن ساعة الايه؟ ساعة الاهتزاز. عشان اجيب الزمن أقول 4 في زمن ساعة الاهتزازة الواحدة. لو أنا عندي ساعة اهتزازة واحدة مثلا 3 ثانية بضربها في 4 بتساوي 12، ده إيه؟ ده الزمن. أرجع أحسب الزمن الدوري أقول 12 على عدد الاهتزازات الإيه؟ على عدد الاهتزازات الكاملة. كده أنا أقدر أحسب الزمن الإيه؟ الدوري. طيب آخر حاجة في خصائص الحركة الاهتزازية هي الإيه؟ هي التردد. التردد يعني ايه تردد؟ التردد ده حركة الجسم او عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن. يعني الجسم ده كل ما يتحرك مسافات كده وهو طالع وهو نازل كده بحركة اهتزازية متساوية كده على نقطة السكون او نقطة الاصل اللي هو بيتحرك فيها الجسم بالشكل ده، الحركة دي بيسموها تردد. يعني الجسم بياخد عدد اهتزازات كاملة على الزمن، ده سموه الايه؟ التردد. استنى كده يا استاذ، احنا قلنا من شويه ايه؟ قلنا من شويه الزمن على عدد الاهتزازات الكامله، ده الزمن الدوري. طيب هنا التردد هو عدد اهتزازات كامله على زمن،
مش ملاحظين حاجه؟ نلاحظ ان الزمن هنا اللي هو سوري الزمن الدوري عكس الايه؟ عكس التردد. الزمن الدوري عكس التردد، القانون بتاعهم هو هو بس معكوس. الزمن الدوري هو الزمن على عدد اهتزازات كامله، طب التردد هو عدد اهتزازات كامله على ايه؟ على زمن. يبقى الزمن هنا عكس الايه؟ عكس التردد. طيب التردد الاول بيقاس بوحده اسمها الايه؟ الهرتز، وحده الهرتز. طيب الزمن الدوري والتردد، لو قلنا الزمن الدوري امتى الزمن الدوري يساوي التردد؟ لو انا عايز الزمن الدوري ده امتى يساوي التردد؟ لو انا عندي عدد اهتزازات كامله 5 وعندي زمن 5، لو جيت احسب التردد هقول 5 على 5 بتساوي كام؟ تمام 1. طيب لو عندي زمن دوري اللي هو القانون بتاعه بيقول الزمن على عدد اهتزازات كامله، هاجي احسب هنا اقول الزمن 5 وعدد اهتزازات كام؟ 5 بتساوي كام؟ 1. انا بفرض مثال بقول لك لو ان عدد اهتزازات كامله عندي بيساوي عدد الثواني او الزمن، لو تساوى الزمن وتساوت عدد اهتزازات، لو جيت احسب التردد لموجه زي دي هقول عدد اهتزازات كامله على زمن. بالفرض هقول مثال تاني، عدد اهتزازات كامله هنا كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6. لو قلت عندي عدد اهتزازات كامله 6 والزمن اللي اخدته كام؟ 6. انا بقول لك مثلا، فاذا لو حد يحسب التردد من القانون ده هقول 6 على 6 بتساوي كام؟ بتساوي 1. طيب لو جيت احسب الزمن الدوري من نفس لنفس الموجه دي هقول العكس طبعا، الزمن على عدد الاهتزازات الكامله هقول 6 على 6 بتساوي ايه؟ بتساوي 1. ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان عدد الاهتزازات الكامله لو تساوى مع الزمن الدوري اذا كده بقت التردد بيساوي ايه؟ بيساوي الزمن الدوري. هنا التردد بيساوي الزمن الدوري امتى؟ لو عدد الاهتزازات كامله بيساوي الزمن. لو عندي مساله قال لي احسب لي عدد الاهتزازات الكامله هنا، او اداني عدد اهتزازات كامله واداني في المساله دي الزمن وقال لي احسب التردد واحسب الزمن الدوري، ولو ان عندي عدد الاهتزازات والزمن واحد بيساوي بعض يعني القيمه هي نفس القيمه، طبعا هقسم دي على دي هديني 1، هقسم دي على دي هديني 1. اذا في الحاله دي الزمن الدوري بيساوي الايه؟ بيساوي التردد. تمام. طيب هل في علاقه بين الزمن الدوري والتردد؟ العلماء قال لك هنحاول نجمع العلاقتين دول مع بعض، نقول العلاقه بين الزمن الدوري والتردد، الزمن الدوري والتردد. لو جينا قلنا نضرب الزمن الدوري ده في التردد، نضرب الزمن الدوري في التردد هيساوي ايه؟ التردد بيرمز له بالرمز تاء والزمن رمزه زين، لو ضربناهم في بعض هيساوي ايه؟ هيساوي عدد الاهتزازات الكامله على الزمن، دي قانون التردد، في الزمن على عدد الاهتزازات الكامله، ده قانون الايه؟ الزمن الدوري. لو جينا ضربنا طيرنا ده مع ده والزمن مع الزمن، اذا الزمن الدوري في التردد بيساوي ايه؟ هيساوي 1. وخلاص الزمن راح مع الزمن والعدد الاهتزازات كامله راح مع عدد الاهتزازات الكامله، فضل عندي ايه؟ 1. يبقى اذا العلاقه بين الزمن الدوري والتردد لو انا ضربت الزمن في التردد بيساوي ايه؟ بيساوي 1. طيب معنى ان هو بيساوي 1 كده، لو حبيت احسب التردد بس او احسب الزمن الدوري بس فبقول الزمن الدوري، طبعا دي علاقه من الرياضه، بتساوي ايه؟ هنا 1 على الايه؟ التردد. جبت التردد ده عشان هو مضروب حولته ناحيه ثانيه باليساوي مقسوم، فاذا الزمن الدوري بيساوي ايه؟ هنا الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد. طب لو حبيت احسب التردد من العلاقه دي اقول التردد بيساوي 1 على الايه؟ على الزمن الدوري. تمام؟ يبقى احنا كده بنقول ان التردد بيساوي 1 على الزمن الدوري او الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد. من هنا من العلاقه دي نقول ان التردد بيتناسب تناسب عكسي مع الزمن الدوري، كلما زاد التردد كلما قل الزمن الايه؟ الدوري، وكلما قل الزمن الدوري زاد التردد، علاقه عكسيه، او لو زاد الزمن الدوري يقل التردد. اذا علاقه بين الزمن الدوري والتردد علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واتمنى نكون احنا وصلنا لنهايه الدرس ده الاول وتكونوا استفدتم كلكم جميعا، وان شاء الله نقدم لكم الدرس الثاني قريب بامر الله تعالى. لو
لو في اي سؤال عند حضراتكم، اتمنى برضو لو في اي سؤال نقدر نكتبه في الكومنتات وانا هرد عليه مباشره ونوضح الحاجات اللي محتاجين لها توضيح. هنحل برضو بعض الامثله ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونكمل باذن الله على خير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.